أيها المؤمنون، الشباب يذهب والحياة لا تدوم والغنى لا يستقر والصحة لا تستمر، فلا يغتر عبد بصحته أو غناه أو شبابه أو قوته أو فراغه، فإنه لا يبقى له شيء من ذلك. ولهذا قال الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. فنصح عليه الصلاة والسلام نصحا عظيما: وليكن العبد المؤمن ناصحا لنفسه، آخذا بزمامها لتكون نفسا منقادة مطيعة مسابقة إلى الخيرات، راجية ما عند رب الأرض والسماوات من عظيم الرتب ورفيع الدرجات.